وهو مادة فراغ لا تحمي الفريز من التآكل. إذن هو مادة مسامية. يتكون نتيجة تفاعل الألومنيوم. إذن الألومين مع ثنائي الأكسجين، دائما تفاعل الألومنيوم يتم مع ثنائي الأكسجين. وهي مادة تقي الألومنيوم من الحد، إذن مادة غير مسامية أو كثيمة. تتكون جزيئات المواد العضوية من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين بالأساس، وينتج عن احتراقها تكون الماء وثنائي أكسيد الكربون. بالإضافة إلى أجسام أخرى. 4 Fe زائد 3 O2 تعطي 2 Fe 2 O3. 4 Al زائد 3 O2 تعطي 2 Al 2 O3. التمرين الثاني، حدد من بين الجزيئات التي تمثل المواد العضوية. المواد العضوية تتكون أساسا من ذرات الهيدروجين وذرات الكربون. إذن CH4 هي جزيئة تمثل مادة عضوية. C2 أو C2H5OH كذلك تمثل مادة عضوية. HCl لا، SO2 لا، C6H6 نعم تكون هيدروجين وكربون، C2H5Cl تتكون من الكربون هيدروجين ومواد وأجسام أخرى. إذن هي مادة عضوية. التمرين الثالث، يؤثر الهواء الرطب على كل من الحديد والألومنيوم، حيث يصدأ الحديد ويتكون على سطح الألومنيوم طبقة غير منفذة للهواء تسمى الألومين. أولا أذكر العنصر الكيميائي الذي يتسبب في تكون الصدأ والألومنيوم والألومين. نعلم أن الهواء يتكون أساسا من حوالي 20 الهواء يتكون بالأساس من حوالي 20% من ثنائي الأكسجين و 80% 80% من ثنائي الأزوت. إذن العنصر الكيميائي الذي يؤثر على الحديد والألومنيوم هو غاز ثنائي الأكسجين. الذي يؤثر على الحديد
والألومنيوم. هو غاز ثنائي الأكسجين. ثانيا، عبر كتابة وبمعادلة كيميائية عن التفاعلين الكيميائيين. والتفاعل تكون الصدأ. حديد زائد ثنائي الأكسجين يعطي أكسيد الحديد 3. المعادلة الكيميائية لدينا 4 Fe زائد 3 O2 تعطي 2 Fe2O3. تفاعل تكون الألومين الألومنيوم زائد ثنائي الأكسجين يعطي أكسيد الألومنيوم. المعادلة الكيميائية هي 4 Al زائد 3 O2 تعطي 2 Al2O3. التمرين الرابع، نحرق مادة في الهواء فينتج غاز يعكر ماء الجير وقطرات مائية بالإضافة إلى غاز كلور الهيدروجين. أولا أكتب صيغة الأجسام الناتجة عن التفاعل. إذن الغاز الذي يعكر ماء الجير هو غاز ثنائي أكسيد الكربون، صيغته CO2. قطرات مائية متكون من مادة الماء، صيغتها الكيميائية H2O. وغاز كلورور الهيدروجين، صيغته الكيميائية HCl. ثانيا، استنتج الذرات الداخلة في التركيب المادة الداخلة في الاحتراق. النواتج هما ثنائي أكسيد الكربون الذي يحتوي على ذرات الأكسجين والكربون، و الماء الذي يحتوي على الهيدروجين والأكسجين، وكذلك كلور الهيدروجين الذي يحتوي على الهيدروجين والكلور. أي أن الأجسام الناتجة تحتوي على ذرات الكربون والأكسجين والهيدروجين وكذلك الكلور.
إذن نستنتج أن المادة المحروقة تحتوي على ذرات الكربون، والكلور، وكذلك الهيدروجين. هل هذه المادة هي PVC متعدد كلوروفينين أم بنزين C6H6؟ نعم، هذه المادة هي PVC لأنها تحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين والكلور. رابعا، هل هذه المادة مادة عضوية؟ كذلك نعم، مادة عضوية لأنها تحتوي على ذرات الهيدروجين وذرات الكربون.